السلام عليكم، أتمنى تكونون بخير. معاكم محمد النجداوي من تيم دينتيتي، وهذه هي المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات مادة الأورثودونتكس للمرحلة الرابعة. محاضرات الأورثو بصورة عامة راح تكون سهلة وبسيطة نوعا ما. المحاضرات الأولى اللي راح ناخذها راح تكون تحت عنوان Classification of Mal Occlusion. هذه هي المحاضرة الأولى من Classification of Mal Occlusion. حتى ما نخلي المقدمة طول أكثر، خلونا نبلش بالشرح. بداية راح ناخذ definition of orthodontics. شنو تعريف الأورثودونتكس أو شنو هو الأورثودونتكس؟ الأورثودونتكس is that branch of dentistry concerned with facial growth, developmental of the dentition and occlusion, diagnosis, interception and treatment of occlusal anomalies. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الأورثودونتكس هو فرع من علوم طب الأسنان يكون مرتبط بالفاشيال جروث اللي هو نمو الوجه، إضافة إلى development of the dentition and occlusion، يعني نمو وتطور وترتيب dentition الأسنان and occlusion. كلمة occlusion نعني بها الإطباق، إطباق الفك الأعلى على الفك الأسفل، أو العلاقة بين الفك الأعلى والفك الأسفل. إضافة لهذا الشيء، فإحنا من خلال orthodontics ممكن نسوي diagnosis اللي هو تشخيص، interception اللي هو تداخل، and treatment اللي هو علاج. اللي ما نسويهم نسويهم للأكلوجال أنوماليز. الأكلوجال كنا عرفنا شنو، اللي هو الأطباق، أطباق الفك الأعلى للفك الأسفل. الأنوماليز اللي هي الأخطاء أو المشاكل أو الأشياء الغير مرغوب بها، فإحنا هذه الأخطاء أو المشاكل أو الأشياء الغير مرغوب بها بالأطباق ممكن نسوي لها diagnosis, interception, treatment من خلال الأورثودونتك. كلمة أورثودونتكس لغويا مكونة من بارتين. البارت الأول اللي هو الأورثوز واللي نعني بيه correct or straight، والبارت الثاني اللي هو الأودونت واللي نعني بيه tooth. فكمحصلة نهائية كلمة orthodontics معناها correct tooth or straight tooth. بكل تأكيد هذا البرانش من طب الأسنان عنده فد aims و objective معينات يريد يحصلهم عندي آني، فد غايات معينة من خلال الأورثودونتك تريتمنت لازم أوفرها أو أحصلها أو أوصل إلها. طبعا وبكل تأكيد أول شيء أنا لازم أوفره بالأورثودونتك تريتمنت اللي هو الفاكشنال أفيشنسي. مثل ما تعرفون أنه الأسنان اللي بيها مشاكل، مثلا بيها مس ألاينمنت، بيها كراودد، يعني ترتيبها ما منتظم، سن صاير فوق سن، أكيد هنا الوظيفة مال هذه الأسنان ما راح تتم بشكل كامل، أكو فد مشكلة بالوظيفة. فأنا من خلال الأورثودونتك تريتمنت راح أرجع هذه الوظيفة قدر الإمكان. إضافة لهذا الشيء أنا لازم أسوي ستراكتشر بالانس، أكو توازن بين الستراكتشر اللي هم مثلا الفيلر بون، السكليتال تيشيو، المصل. هذا البالانس التوازن أنا قدر الإمكان أراجعه من خلال الأورثودونتك تريتمنت. الشغلة الثالثة والأخيرة والأهم اللي هي الأستيتيك هارموني. طبعا أغلب الكيسات اللي عندهم مشكلة بأسنانهم ويجون الطبيب الأسنان على مود يسوون تقويمهم، ما عندهم مشكلة بالأبيرنس، المظهر مالهم مو تمام، أكو فد مشكلة بترتيب أسنانهم، فهذا الشخص دا يجي على مود يرتب أسنانه. فأنت كدينتست لازم تخلي ببالك أنه ذني الشغلات ثلاثتهم توفرهم، اللي هم الفاكشنال ستراكتشر بالانس أستيتيك هارموني. يعني أنت ما يصير تهتم فقط بالجمالية والمظهر وتترك الفاكشنال أو ستراكتشر، لا، أنت لازم تهتم قدر الإمكان بكل ذني الأمور. أورثودونتيك كان امبروف ذا فولوينج. أنا من خلال الأورثودونتكس تريتمنت أقدر أحسن عدة أمور، بضمنها مثلا عندنا الدينتال هيلث، الفانكشن، السايكولوجيكال. هاي الأشياء شلون أقدر أحسنها من خلال الأورثودونتك تريتمنت؟ يعني أنا شنو علاقتي بالدينتال هيلث أو بالفانكشن أو السايكولوجيكال؟ راح أجي أوضح النقطة نقطة. طبعا فيما يخص الدينتال هيلث عندنا عدة أمور راح نتكلم عنها. بداية راح نبدأ بالدينتال كاريز. مثل ما قلنا مصطلح مال الاينمنت او مس الاينمنت هو الخطا اللي صار بترتيب الاسنان، الاسنان ما مرتبه بشكل صحيح، يعني مثلا سن صاير فوق سن ثاني. فاكيد انت بهاي الحاله الناتشرال تيث كليننج، التنظيف اليوم المعتاد للاسنان، ما راح يتم بالشكل اللي احنا نريده. ليش؟ مثلا صاير سن فوق سن، ففرشه الاسنان ما راح توصل للسن اللي صاير تحت، بالتالي هناك راح يتكون عندي الدينتال كاريز. الدينتال كاريز بديش المنطقة راح يكون اكتف جدا. فاني من راح اعالج مشكلة المال الاينمنت او المس الاينمنت وارجع ترتيب الاسنان ترتيبها المضبوط،
هنا أنا التنظيف اليوم المعتاد راح يتم بشكل طبيعي بشكل سلس، بالتالي ما راح يصير عندي دينتال كاريز. بالإضافة لهذا الشيء بريودنتال ديزيز ممكن يصير عندي، الأسنان اللي بيهم مشكلة بترتيبهم ممكن يصير بيهم بريودنتال ديزيز. إضافة لهذا الشيء ممكن يصير عندي تروما للأنتيريور تيث، مثل ما تعرفون إنه الأنتيريور تيث غالبا تكون معرضة للتروما إذا صار حادث أو صار أي شيء، فالأنتيريور تيث هي اللي راح تكون بالمرتبة الأساس معرضة للخطر. طيب عندنا ريسيرشز هاف شون ذات أوفرجيت مور ذان 3 مليمتر هاد مور ذان دبل ريسك of traumatic injury. عندنا فد مصطلح نسميه الاوفرجيت، طبعا هذا هو الاوفرجيت راح نجي بنهايه المحاضره نوضحه، بس خلي اقول لكم انه هذا الشيء طبيعي موجود بالاسنان. هذا الشيء الطبيعي اللي موجود بالاسنان قيمته اذا صارت اكثر من 3 ملم هنا خطر اصابه الاسنان الاماميه راح يتضاعف. فاحنا من خلال الاورثودونتيك تريتمنت هذا القيمة مال الأوفرجيت راح نرجعها لقيمتها الطبيعية إذا كان أكو زيادة بقيمتها، حتى إذا كان أكو نقصان بقيمتها أيضا نرجعها لقيمتها الطبيعية. فهذه الشغلات اللي تخص الدنتال هيلث، شغلات اللي تخص الفانكشن، شغلات بديهية اللي هي الماستيكاتوري فانكشن المضغ أو وظيفة هضم الطعام أو مضغ الطعام، السبيتش الناطق مثل ما تعرفون إنه أي خطأ بترتيب الأسنان ممكن خاصة الأنتيريور تيث ممكن راح يأثر على النطق مال البيشنت. التي أم جي أيضا ممكن أي خطأ بترتيب الأسنان راح يأثر على التي أم جي. فأني من أرجع أرتب الأسنان بوضعها الطبيعي بالوضع النورمال، هذا إن الأمور كلها راح يرجع النورمال وطبيعيات. أخيرا عندنا سايكولوجيكال unattractive dentificial appearance does have a negative effect. أكيد ترتيب أسنانك الخاطئ المس الاينمنت اللي عندك هذا راح يأثر سلبا على نفسيتك على الحالة النفسية مالتك. فأنا كدينتست من أجي وأسوي لك orthodontic treatment وأرجع أسنانك الوضع الطبيعي، أنت بالتالي هنا حالتك النفسية راح تتحسن. هنا راح نجي نتكلم عن الscope of orthodontic treatment. شنو نقصد بscope of orthodontic treatment؟ هنا نقصد المدى اللي يوصله الأورثودونتيك تريتمنت. أنا شنو الأشياء اللي أقدر أسويها أو شنو الأشياء اللي تكون ضمن الأورثودونتيك تريتمنت، شنو الأشياء اللي عالجها الأورثودونتيك تريتمنت؟ بالتأكيد عندنا أول شيء الالتريشن إن توث بوزيشن، أي تغيير بترتيب الأسنان هذا أنا أحاول على الأورثودونتيك تريتمنت وعالجه. ثاني شيء عندنا الالتريشن إن سكيليتال باترن. ثالث شيء عندنا الالتريشن إن سوفت تيشو باترن. هنا عندنا في التعاريف جدا مهمة لازم نعرفها. التعريف الأول تحت عنوان الكلوجن، شنو الكلوجن؟ مثل ما وضحنا بداية المحاضرة الكلوجن قلنا هي علاقة الفك الأعلى بالفك الأسفل. Any position or relationship in which the upper and the lower teeth come together. المنطقة أو العلاقة اللي الأبر واللور تيث تكون متلاصقة بها أو تكون وحدة مقابلة للثانية بها، هذه هي نسميها الكلوجن. الأيديال اكلوجن A theoretical concept of an ideal arrangement of the teeth within the dental arch. هنا هذا في الشيء نقدر نقول عنه نظري فقط، ما نقول ما موجود بالطبيعة أو بالحقيقة، لكن موجود بشكل قليل كلش، لأنه هذا راح يكون optimal من كل النواحي، من ناحية الاستيك الفاكشن الستابلتي of the dentition as supporting structure. هنا كل الأمور تمام، أسنانك تمام من كل الجوانب، من ناحيه الجماليه، من ناحيه الوظيفه، من ناحيه السبورتنج ستراكشر، فهذا الشيء نادر وجوده، لذلك احنا نعتمده كاساس، نعتمد عليه حتى شنو؟ حتى نعرف النورمال اكلوجن. احنا عندنا ايديال اكلوجن قلنا هذا فشيء نادر جدا، وعندنا نورمال اكلوجن. النورمال اكلوجن هذا الشيء اللي موجود عند غالبيه الناس، الشيء الطبيعي اللي راح نعرفه ك that occlusion which satisfies the requirement of the function and aesthetic but in which there are a minor irregularities of individual teeth. هنا دا يقول انه هذا الاكلوجين موفر كل متطلبات الفانكشن والاسيتيك، يعني وظيفيا كلش تمام، جماليا وضعه تمام، لكن بيفد irregularities minor، يعني فد شوائب او تشوهات بسيطه جدا ما راح تاثر عليه، فهذا راح نسميه normal occlusion. حاليا راح نجي على شغلة اسمها 6 keys of normal occlusion. اكو فد 6 نقاط، اذا توفرت هذه 6 نقاط بالاكلوجن بالاطباق هذا الاطباق يعتبر نورمال، ما بيه مشكلة.
الشغلة الأولى اللي هي المولر relationship. هنا علاقة البوستيريور تيث وبالتحديد المولر. هذا الكلام كله اللي قدامكم مختصر أنه أنتوا شعدكم عدكم الأبر سيكس، ركزوا وياي، الأبر سيكس راح أجي عليه من جهة الميزيال واجي عليه من جهة الدستال. الأبر سيكس من جهة الدستال بيفت كاسب، نسميه الدستوبوكال كاسب. هذا الدستوبوكال كاسب مال الأبر سيكس لازم يكون كونتاكت أند إكلودد، لازم يكون مرتبط أو متصل ومغطي المن للميزيال سيرفيس أوف ذا ميزوبوكال كاسب أوف لور سكند مولر. هنا دخل وياي على الخط اللور سكند مولر، فأني عندي علاقة بين الأبر فيرست مولر واللور سكند مولر. الأبر فيرست مولر من جهة الدستال عنده فد كاسب نسميه الدستوبوكال كاسب. هذا الدستوبوكال كاسب لازم يكون ملامس للميزوبوكال كاسب مال اللور سكند مولر. طيب إذا أريد أتكلم عن الأبر سيكس من جهة الميزيال، أنا تكلمت عليه من جهة الدستال، إذا أريد أتكلم عليه من جهة الميزيال بفد كاسب نسميه الميزوبوكال كاسب. الميزوبوكال كاسب of the upper first permanent molar لازم يكون fell within the groove between the mesial and middle cusp of the lower first permanent molar. هنا دخل على الخط وياي lower first molar. lower first molar عنده علاقة ويا upper first molar. علاقة upper first molar من جهة الميزيال اكو فد كاسب نسميه الميزوبوكال كاسب. هذا الكاسب لازم يكون موقعه بالجروف اللي صاير بين الميدل كاسب والميزيال كاسب مال اللور فيرست مولر. نجي نوضحهم بالصور مثل ما تشوفون قدامنا. هذا السن اللي انا مأشر عليه بسهمين، هذا اللي هو ابر فيرست مولر. الابر فيرست مولر اذا اجي عليه من جهه الدستال، تشوفون وياي من جهه الدستال عند الدستوبوكال كاسب. الدستوبوكال كاسب لازم يكون كونتاكت وكلودد ويامن ويا الميزوبوكال كاسب مال اللور سكند مولر، يعني عابر على السكند مولر. طيب من جهة الميزيال، من جهة الميزيال عندنا الميزوبوكال كاسب مال الأبر فيرست مولر لازم يكون فيل وذن، لازم يكون مغمور أو يلامس شي، لامس يلامس الجروف اللي صاير بين الميدل كاسب والميزيال كاسب مال اللور فيرست مولر. أعتقد اللي هنا وضحت الصورة بالتمام والكمال. الشغلة الثانية الكراون انجيوليشن. طبعا بالسن عندنا جنجيفال بارت وانسايزال بارت. الجنجيفال بارت لازم يكون ديستالي والانسايزال بارت يكون ميزيالي. هذا كل ما بهاي النقطة الثانية. فإذا جنجيفال بارت أو جنجيفال بورشن كان ميزيالي ديستالي، هنا راح نطلق عليه بوزيتيف. الكراون انجيوليشن يكون بوزيتيف. إيش وقت يكون بوزيتيف؟ إذا جنجيفال بورشن يكون ديستالي والانسايزال بورشن يكون ميزيالي. اما نطلق عليه نيجاتيف اذا كان العكس، اذا جنجيفال بورشن يكون ميزيالي. تمام، هذه الصوره راح توضح انه مثل ما تشوفون قدامكم الجنجيفال بورشن دائما يكون ديستالي والانسايزال بورشن يكون ميزيالي. هذا فيما يخص النقطه الثانيه. عندنا الشغله الثالثه اللي هي الكراون انكلينيشن. ما راح نروح بعيد، راح نبقى بالجنجيفال بورشن. طبعا الجنجيفال بورشن لازم يكون دائما باتجاه اللينجوال، يعني باتجاه الاورال كافيتي. اما الانسايزال بورشن لازم يكون باتجاه الليبيال او البوكال. فاذا كان الجنجيفال بورشن باتجاه الاورال كافيتي باتجاه اللينجوال لينجوالي، فهنا راح نطلق عليه بوزيتيف. اما اذا كان الجنجيفال بورشن ليبيالي او بوكالي راح نطلق عليه نيجاتيف. نجي نوضحها بالصور مثل ما تشوفون قدامكم. هذا الجنجيفال بورشن، هنا نباوع انه الجنجيفال بورشن رايح باتجاه اللينجوال، رايح لينجوالي، فهنا راح نقول عنه بوزيتيف، الكراون انكلينيشن بوزيتيف. اذا نجي على هذه الصوره الثانيه، هنا عندنا الجنجيفال بورشن رايح باتجاه البوكال او الليبيال، فهنا هذا راح نطلق عليه نيجاتيف. طبعا النيجاتيف هو شيء سيء ما نريده احنا، البوزيتيف اللي هو الشيء النورمال واللي هو الشيء لازم يكون متوفر. النقطة الرابعة الروتيشن. أكيد تعرفوا شنو الروتيشن، دوران السن. بالتالي نقول in order to achieve correct occlusion none of the teeth should be rotated. لازم إحنا حتى نحقق الكوركت occlusion أو النورمال occlusion لازم ما عندي أي سن بي روتيشن.
اي روتيشن بالسن يعتبر هذا فد مشكله او خطا بترتيب الاسنان. النقطه الخامسه السبيسز، الفراغات. There were no spaces with tight contact, no spacing. انا عندي فد منطقه نسميها التايت كونتاكت، هذه المنطقه هي منطقه اتصال سن بسن اخر. هذه المنطقه لازم ما يكون بيها سبيس، فراغ. اذا كان بيها سبيس هذا هنا عندي فد مشكله بالاكلوجن، مثل ما تشوفون قدامكم no space between teeth، هذه هي tight contact، منطقة اللي يتصل بها سن بسن ثاني، لازم يكون بها نهائيا اي فرق. النقطة السادسة والاخيرة الكلوجال بلين. عندنا فد كيرف نسميه كيرف اوف سبي، هذه التسمية تحفظوها كيرف اوف سبي، خلنا نجي نوضحها بالصور لان جدا سهلة هي. مثل ما تشوفون قدامكم هذه عندي هنا اسنان، هنا عندنا الموست بروميننت كاسب اوف سكند مولر، مثل ما تشوفون قدامكم اني اللي مأشر عليه هذا السكند مولر. الموست بروميننت يعني اكثر كاسب بارز او اعلى كاسب بالسكند مولر، من يما اجي اجر خط، هذا الخط طبعا تخيلي، لحد وين اوصله؟ اوصله لحد السنترال انسايزر، هذا الخط مثل ما تشوفون من الموست بروميننت كاسب اوف سكند مولر لحد السنترال انسايزرز اجر هذا الخط. هذا الخط مثل ما قلنا تخيلي، لازم اعمق نقطة من الخط للاسنان ما تكون اكثر من 1.5، هذه هي اعمق نقطة. تشوفون انه هذه ابعد نقطة من الخط للاسنان، ابعد مسافة. ابعد مسافة لازم ما تتجاوز ال 1.5، اذا تجاوزت ال 1.5 فأنا هنا عندي مشكلة بالأسنان، عندي مشكلة بالإكلوجن. طبعا هذه ست شغلات خلصناها. هنا راح نجي على تعريف المال إكلوجن. أي مشكلة أو أي خطأ أو أي شيء ما موجود بالأطباق من ذن الست شغلات اللي أخذناها راح نطلق عليها مصطلح مال إكلوجن. المال إكلوجن defined as any deviation from the normal or ideal إكلوجن. اي شيء مغاير، اي تغيير سلبي او سيء للنورمال اكلوجن، هذا نعتبره مال اكلوجن وهذا يحتاج الى اورثودونتيك تريتمنت. طبعا اخر شيء عندنا مصطلحين لازم نعرفهم، الانسايزال اوفر جيت والانسايزال اوفر بايت. الانسايزال اوفر جيت the horizontal distance between the upper and lower incisors in occlusion. هسه راح نجي نوضحها بالصور مثل ما تشوفون قدامكم. اني بحاله الاطباق من اجي اطبق الاسنان عندي الابر سنترال انسايزر راح يكون مطبوق على اللور سنترال انسايزر. من راح اوصل مرحله الاطباق اكو فد فراغ يظل بين الاسنان بين السنترال انسايزر الابر واللور، هذا الفراغ نسميه الانسايزر اوفر جيت مثل ما تشوفون قدامكم. هذا هو الانسايزر اوفر جيت، يكون horizontal، تمام؟ طبعا الصورة الثانية، هاي الصورة اللي تحت حرف اي، هذه الصورة اللي تعتبر normal اللي ما بيها اي مشكلة. الصورة بي هنا لا انا عندي مشكلة، عندي اتش تو اتش، عندي سن طابق على سن متطابقين من 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 منطقة الاتش، يعني هنا هاي الحالة نسميها اتش تو اتش، هنا انا عندي مشكلة احتاج الى orthodontic treatment. الصورة رقم سي أنا أيضا هنا هم عندي مشكلة، ليش؟ لأنه الأبر سنترال انسايزر داخل لي جوا واللور سنترال انسايزر متقدم لي قدام، فهنا أنا أيضا أحتاج إلى أورثودونتيك تريتمنت. هذا هو مصطلح الانسايزر أوفر جيت. الانسايزر أوفر بايت، هذا the أوفر بايت is the vertical distance between the tip of the upper and lower incisor in occlusion. بالصورة أيضا واضحة، تشوفون هنا السنترال انسايزر الابر بحاله كونتاكت ويا اللور. الكونتاكت وين صاير؟ صاير بهاي المنطقه. تشوفون اللور سنترال انسايزر الانسايزر اجماله صايره هنا بهذا المكان. اذا ارتفعت زايد مثل هذه الحاله فانا هنا عندي مشكله. تمام؟ هنا كلش تمام الوضعيه بالصوره الاولى. بالصوره الثانيه لا انا عندي مشكله. إضافة إلى الصورة رقم سي وصورة رقم دي أيضا عندي مشكلة. فهنا الانسايزر اوفر بايت هي الفيرتيكال ديستانس. تمام؟ هذا كل ما بالانسايزر اوفر جيت والانسايزر اوفر بايت، هذه الصورة توضحهم
وتختصرهم كلهم. لحد هنا أنا أقدر أقول لكم انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نلتقيكم بمحاضرة أخرى من مادة الأورثودونتكس للمرحلة الرابعة. إن شاء الله الوقتها أشوفكم بخير.